بسم الله الرحمن الرحيم. انا برحب بحضرتك وبرحب باسره القناه كلها. احنا اخر احصائيه تم رفعها للسيد مدير مديريه شؤون الصحيه بالمنوفيه، هو احنا من اول السنه لحد شهر اكتوبر تم زياره 4730 منشاه على مستوى المحافظه في حملات موسعه، سواء بالتعاون مع الادارات المختلفه في المديريه او مع هيئات مختلفه او مع المحافظه او مع اداره شؤون البيئه في المحافظه. فتم زياره 4730 منشاه، في عدد قرارات الغلق حوالي ما يقرب من 758 قرار غلق للمنشآت بواقع 4 أضعاف السنه اللي فاتت. في آخر 4 شهور اللي من أول شهر 7 لحد دلوقتي قد شغل السنة اللي فاتت كله، قد 2020 كله، وفي شهر 10 بالذات تم المرور على ما يقرب من حوالي 25% من عدد المنشآت اللي تم زيارتها خلال 2020. وبرضو احنا الجزء الثاني اللي موجود في الإدارة اللي هو فحص الشكاوي، تم فحص من أول السنة لحد دلوقتي 194 شكوى تم البت فيهم وتم الرد على خدمة المواطنين. هو طبعا أول حاجة الإدارة معنية بالمرور والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، سواء مستشفيات خاصة أو مراكز أو عيادات أو معامل أو مراكز حضانات أو محلات نظارات كمان. فأهم المخالفات اللي احنا ما بنبقاش عندنا فرصة ان احنا ندي مهلة او كده هي عدم الترخيص طبعا، وفي بعض المخالفات اللي نص عليها القانون والدليل العمل داخل المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص. بعض المخالفات منها عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى، سواء في التعقيم طبعا ده اللي ما بنقدرش نعمل فيه حاجة، او تجهيزات غرف العمليات او ملحقاتها، او وجود عمالة غير مؤهلة موجودة بتقدم الخدمة، او انتحال صفة. للأسف احنا بنلاقي ناس مش اطباء اصلا ومنتحلين الصفة، فده بنقفل المكان على طول يعني بعد طبعا موافقة معالي المحافظ ومدير المديرية، وبنتم الغلق يعني بمدة لحد ما بيقننوا اوضاعهم بنبدأ نفتح علشان اجراء المعاينة من العلاج الحر. احنا كإدارة العلاج الحر والمديرية بنهيب أصحاب المنشآت الطبية الخاصة انهم يمشوا على المعايير الموضوعة من قبل وزارة الصحة، والمعايير دي احنا تم نشرها على الجروب الخاص بالمستشفيات الخاصة، وبيتم تدريب عليها الناس أثناء المرور. دي حاجة. الحاجة التانية، حق الدولة في الحصول على الترخيص للمنشآت الطبية الخاصة ده حق أصيل للدولة، أتمنى أن كل الناس ترخص منعا لاتخاذ أي إجراء قانوني ضد المنشأة، لأن ديت مصلحة بلدنا ومصلحتنا كلنا أن الناس كلها تبقى ماشية على المعايير الموضوعة من قبل وزارة الصحة، لأن دي اشتراطات صحية لسلامة العاملين جوه المنشأة وسلامة المواطنين اللي بيترددوا على المنشأة. مستمعينا الأعزاء، صباح الخير يا عرب. صباح الخير يا عرب من خلال راديو وتلفزيون زهرة العرب. معي ومعكم الآن الأستاذ الدكتور يوسف عبد العزيز الحسنين، عميد كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية السابق، وأستاذ التغذية وعلوم الأطعمة. صباح الخير يا عرب، بنصب عليك يا دكتور يوسف. صباح الخير يا فندم عليك وعلى كل السادة المستمعين. نقول في صباح الخير يا عرب، الشباب على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم دايما بيقبل يا دكتور على الوجبات السريعة أو الوجبات الجاهزة. إيه رأيك في العادة السيئة دي؟ والله يا أستاذ محمد، هو الحقيقة ديت يعني أنا بعتبرها من أخطر المشاكل اللي بتواجه العالم كله وأكتر في مصر. ليه؟ ليه بقى؟ المشكلة تتعلق بكل النواحي، تتعلق بالناحية الاقتصادية، تتعلق بالناحية الصحية، تتعلق بالناحية الثقافية، تتعلق بالناحية الإنتاجية، كل ده لأن القضية زي ما أنا شرحها الوقت قضية كبيرة جدا 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 بتأثر على كل النواحي اللي احنا قلناها دي. أول حاجة لازم نعرف يا أستاذ محمد ان الوجبات السريعه النهارده بقت جزء اساسي، مش عارف يعني بره لسه امبارح بس واحده ست بتكلمني على حاله صحيه لابنها، وبعدين بتقول لي ان هو بيطلع ياخد دوش بره ما بيجيش من الساعه 7 الصبح للساعه 7 بالليل، فبياخد فلوس يشتري
ثلاث وجبات في اليوم، يفطر بره، يتغدى بره، ويتعشى. بيبقى فرحان يا دكتور قوي قوي قوي، مش حاسس ان ممكن ده ياثر عليه وعلى صحته. سندوتش همبرجر، سندوتش مش عارف ايه، سندوتش بقرمشات، سندوتش تحت اسامي كدابه يا استاذ محمد، اللي هي بقى الميجا والسوبر والمش عارف الكومبو والكلام اللي هو الايه الفارغ ده. ليه؟ لان اولا لازم اقول لحضرتك ولكل المستمعين وللست دي ببلغها تاني اهو زي ما قلت لها امبارح، اولا هذه الوجبات تحتوي على 40% دهون مشبعه. 40% 40% دهون مشبعه مشبعه. لو انت جبت، هقول لحضرتك على حاجه، انا عايزك تجيب كيس بطاطس من اللي بالي بالك ده، وبعدين لما تجيبه فرغه على ورقه على على على, على منديل كلينكس ومعصره، وعصره كده جامد بايدك بس ماشي، وخد المنديل قبل وبعد ما تعصره ووزن الاثنين وشوف الفرق ايه، شوف قد ايه، هتلاقي طلع 40% دهن يا استاذ محمد. 40% ده، 40% ده، لا ومش دهن كمان وبس، ده انا باكد كمان على دهون مشبعه. دهون مشبعه في الكيمياء عندنا يا استاذ محمد يعني معناها ان انت الروابط اللي بين الذرات وبعضها روابط سيجما، ده عشان تتكسر عايزه طاقه ذريه، عايزه طاقه ذريه. الطاقه المسؤوله عن ثبات الاشياء، ايه اللي مخلي الترابيزه اللي قدام الترابيزه، ايه اللي مخلي المكتب اللي قدام المكتب، ايه اللي مخلي التليفون في التليفون، اللي هي الروابط سيجما دي اللي موجوده في الدهون المشبعه دي، شوف قد مسؤوله عن ثبات الاشياء في الطبيعه. فعشان كده هذه لما تيجي تخش بقى جوه الجسم تعمل ايه عند الشباب، شوف بقى النواحي بقى المختلف، عشان الموضوع ده محتاج حلقات وحلقات. اول حاجه ان لما يجي اللي ياخد الوجبه اللي زي دي وبعدين ياكلها بالمقرمشات بتاع بالاضافات اللي هناخد لها لسه حلقات تاني، اول حاجه هذا الدهن يبدا يخش جوه الجسم، يخش في المعده طبعا، دي دهون مشبعه ونسبه عاليه جدا جدا، يقوم عشان عشان الدهون دي تقوم تتكسر محتاج لطاقه عاليه، يقوم يسحب الطاقه من كل اجزاء الجسم، خدت بالك؟ فبعد ما ياكلها النهارده دخل كل فراخ مقرمشه، دخل كل سندوتشات مقرمشه، دخل كل حتت لحمه اللي فيها مش عارف كل الكلام ده، يبدا يحصل له ايه؟ اول حاجه لما يسحب الطاقه، يسحب الطاقه من رجليه وهو قاعد كده، فتلاقيه كده مش قادر يمشي، ليه سواد شباب كده وبركب الاسانسير ومش عايز يركب سلم ومش عايز يطلع الدور الثاني والدور الثالث، وبيطلع عندنا في الكليه بشاكل مع الاولاد اللي بيركبوا الاسانسير عشان يطلعوا الدور الاولاني يا اسمح. فعلا فعلا، واحنا بنجد الموضوع ده في الشباب بالذات، يعني مش قادر. طب انت وكده نمره 2، تعالى شوف النهارده بالنسبه للشباب برضه، هذه لما يبدا يسحب الطاقه من المخ، يوم يخش المحاضره، يوم يخش السكشن، يوم يخش الحصه، ركزتي التحصيل بتاعه يقل، واقصى طاقه تحمل له توصل حوالي من 20 ل 30 دقيقه، شوف قد ايه. طب بعد 20 30 دقيقه يعمل حركات، يقول لك انا عايز ريست لو مؤدب، طب لو مش مؤدب يشكل مع اللي جنبه عشان يطرده، لما يطرده يبقى فرحان جدا 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 وهو ماشي، واخد بالك كانه هو كان في هم يعني. طيب نمره 3 يبدا ايه، يبدا يحصل كونفيوجن، يحصل لغوش عنده في مخه كده، ما يقدرش ياخد قرار سليم، تلاقي الواد انت بتكلمه كده بيتكلم بطريقه غريبه، وانت بتسمع له تسمع له كلام، وانت بتشوف اراءه تلاقي اراء غريبه، كل دي موجوده. قال ده دينا واحد كده بس تعليميه كده. تعالى بقى للنواحي الصحيه، هذه البنت اللي بتاخد الوجبات السريعه الفظيعه دي، كل البنات النهارده يبقى عندهم ما يسمى بتكيس المبايض. قال له طب ايه الدليل على كده؟ ان النهارده بعد ما بيتجوزهم كلهم، مش عايز اقول لك يعني اكتر من 90%، لازم تروح تعمل عمليات سرعه التبويض وتعمل عمليات ازاله الدهون مع المبايض. ده النهارده عمليات ازاله الدهون مع المبايض ده يا استاذ محمد عمليه منتشره جدا وبقت طبيعيه جدا. ايه نتيجه لتراكم هذه الدهون المشبعه اللي موجوده في الوجبات السريعه على المبايض من جوه، وبتمنع وتعوق الحمل، ولازم تعملها وهي بتعملها ممكن يحصل مشاكل ويحصل مضاعفات، قصه كبيره جدا جدا. النصيحه اللي تقولها لهم ايه يا دكتور بقى، يعني على اساس ان انت استاذ التغذيه وعلوم الاطعمه عشان الموضوع طويل قوي، بس النصيحه اللي انا اقولها لهم اقول لهم يا جماعه ارجعوا للطبيعه بقدر الامكان. عندك العيش الاسود بتاع التموين اللي انت بتصدق احسن عيش في الوجود، لان العيش احسن عيش في الوجود، احسن العيش الابيض ده يا استاذ محمد نتكلم عنه يعني مش عايز اقول لك يعني قرب من السم القاتل يعني خطر. العيش الابيض ده بما مضاعفاته يعني، حتى العيش الاسود ده قطعه 4/3، ابدا اعمل افرش فيه الجبنه الرخيصه الجميله الحلوه اللي هي الجبنه القريش او الجبنه البيضه اللي هي الدمياطي، وابدا حط عليه ورقه خس اللي منتشر في السوق، خس العادي مش لا باكوتشيني ولا باكوتشيني ولا الكلام اللي انت عارفه الفرق ده، لا خس عادي خالص، هات الورقه الخضراء الجميله اللي فيها كلوروفيل وفيها فيتامين سي وفيها النهارده زنسوفيلات وفيها بروفيتامين اي وفيها كل دي موجود في الورقه البسيطه اللي انت بتشوفها دي، افرشها فيها وبعدين ابدا حط، وحط له بقى معاه
الشنطه بتاعته حاجه عشان ما تبوظش، حط له كده الجزره من غير تقطيع ياكلها كده، حط له الطماطميه، حط له الخياره، حط له عجين، كل وجبه بسيطه حلوه بس وجبه مكتمله سبحان الله، طبيعيه ما فيش فيها مضافات غذائيه، ما فيش فيها دهون مشبعه ولا غير دهون وحشه جدا، ما فيش فيها النهارده اللي هي الايه الفلوس. النهارده سندوتش اللي بالي بالك ده انت بتتكلم من 30 ل 40 جنيه ل 50 جنيه، بوصل ل 70 جنيه، فعلا ايه اللي تجيب حاجه زي كده؟ لا انت بالميزانيه دي تقدر تغذيه، تبدا تفطره طول الاسبوع، تقدر تغذيه طول الاسبوع وغدا صحي وسليم وزي الفل، وربنا يديهم الصحه والعافيه يا رب.